لاعب عنده خبره كبيره، بيسجل وبيعطي التقدم 3-2. إريك شاتفيلد بفرغ براين بشارة يلي بدوره بسدد المسافه متوسطه، براين تسديدته ما بتنجح، في خطأ عم بيكون لصالح محمد أبو سعدة. محمد أبو سعدة لاعب عنده خبرة كبيرة، مواليد 1968 يعني 36 سنة عمره لأبو سعدة، وأكيد سنوات كبيرة بالخبرة يلي عنده إياها واللي اكتسبها على الساحة العربية والأسيوية. التقدم يبقى وحدة و3-2. مثل ما عم تلاحظوا إريك شاتفيلد هو اللي عم يدافع على أندري بيتس. أندري بيخترق أندري بيتس، ما بيتمكن انه يسجل. اوفنسيف ريباوند لبيتس، لازم يكون في ريباوند سريع يا شباب. الخطيب بيحسم الريباوند دفاعي، بينطلق فادي الخطيب كمان واحد من افضل السكوررز بالبطوله وواحد من المرشحين ليكونوا MVP او هداف البطوله الاسيويه كوري لويس. مستر اوفنسيف ريباوند، رابع نقطه لكوري لويس والتقدم بيرجع لبناني بفارق نقطه 4-3 النتيجه. والبوزيشن سوريه مع باسل ريا. باسل ريا كمان من اللاعبين يلي لهم عندهم شغل كثير كبير بفريق الوحده خصوصا من الناحيه الدفاعيه. براين بشارة بيحصل على الريباوند في ووكينج عم بيقول الحكم. عم بيقول في ووكينج، في با افوندريب، صحيح في ووكينج بالNCAA لما كان يلعب براين بشارة. هيدي ما بتنحسب ووكينج، لكن بيقولوا الفيبا مختلف كليا. صحيح في ووكينج، لازم نعطي حق كمان الحكام. تسديده لابو سعدة كمان، اوه ثاني ثلاثيه على التوالي لمحمد ابو سعدة. لازم نحسن دفاعنا على هاللاعب لأنه خطر كثير والظاهر مركز كمان بشكل مهم على بداية المباراة. 6-4 التقدم لصالح الوحدة. كوري لويس من المسافة المتوسطة، ممتاز يا كوري لويس، مفارقة كبيرة اليوم بهالمباراة. النقاط كلها مسجلة لاعبين، اللاعب الحكمة كوري لويس مسجل نقاط فريق الحكمة، لاعب نادي الوحدة السوري محمد أبو سعدة كمان بدوره مسجل كل نقاط فريق الوحدة. باسل ريا يلي كان عم يكون في صراع هو وفادي الخطيب على الريباوند. البوزيشن بتبقى لصالح الوحده، لازم يكون في بوكس اوت، ما لازم ننط نحن واللاعبين السوريين، بكل طابه بتتسدد لازم ينعمل بوكس اوت، يعني نحجز اللاعب ورانا وهيك الريباوند بصير سهل جدا. فايز حناوي، فايز عم يخترق، بيعمل درايف من الهاي بوست لتحت السله وبسجل اول نقاطه بالمباراه. 8-6 النتيجه. براين عم يطلب سكرين من كوري لويس، براين يخترق او لصالح براين بشارة. نادي الوحدة السوري يلي قدر بعام 2001 ببطولة آسيا يلي جرت بدبي يحرز المركز الثالث بعد ما تخطى فريق ويلينج من هونغ كونغ. بعام 2002 كمان قدر يحرز المركز الثالث بماليزيا بعد ما تخطى فريق سانغمو الكوري. وعام 2003 مثل ما ذكرت لكم قدر يحرز البطولة بعد فوزه على فريق الريان القطري. الريباوند لإيدي واشنطن بعد اوفنسيف ريباوند من براين ما قدر يسجل منها، بينما من الناحية الثانية تورن اوفر على فريق الوحدة والبوزيشن اللبنانية. مواجهة أوروبية كمان على صعيد المدربين، المدرب اليوناني إلياس زوروس والمدرب اليوغوسلافي نيناد كرزيتش. كوري لويس باسكت ان لكوري لويس. مش رح نسميه اليوم مستر ريباوندز، رح نسميه كمان مستر بوينتس بهالتمريره الحاسمه من براين بشارة. 8 نقاط لكوري لويس، مسجل كل نقاط فريق الحكمه اللاعب الامريكي. كوري امبارح بوقت حساس سجل 2 فري ثرو، وهون كمان بسجل. 9 نقاط لكوري لويس والتقدم 9-8 لصالح الحكم اللبناني. باسل ريا بدنا ننتبه كثير مع اللاعب، هون كاد يعمل تورن اوفر. اندري بيتس سريع كثير، بيقدر يلحق الطابه. اندري عنده 5 ثواني بيسدد أندري بيتس، ما بيتمكن انه يسجل. برافو يا براين. بدنا الريباوندز، الريباوند رقم 4 لبراين بشارة. فادي بيقربها على الويك سايد. يلا يا شارل بردويل، تسديدته للبردويل ما بتدخل السله. الحكم بيقول الفرصه بترجع لصالح الوحده. التقدم بيبقى لبناني 9-8. ثلاث مرات التقوا، هيدي ثالث مره بيلتقى الفريقين خارج لبنان وخارج سوريا. يعني الفريقين كنت قلت لكم انه هن اكثر فريقين بيلعبوا مع بعض على الساحه العربيه، خصوصا بنهائيات الدورات الدوليه، لكن قليل جدا التقوا خارج سوريا او خارج لبنان. هيدي ثالث مره، مرتين التقوا ببطوله انديه اسيا. هيدي بما انه ثاني مره عم تكون ببطوله انديه اسيا، اول مره كانوا التقوا بدبي ببطولة آسيا 2001 تحديدا ب 5/6/2001. الوحدة وقتها فاز بنتيجة 95-84. أندري بيتس وقتها سجل 32 نقطة، بينما إليم شنتف الغايب الأبرز، كمان ما بدنا ننسى إليم شنتف الغايب الأبرز عن بطولة أندية آسيا 2004، كان أفضل سكورر للفريق اللبناني وسجل وقتها 29 نقطة. كمان التقوا مرة ثانية بدبي وتحديدا بملعب الأهلي بنهائي دور دبي الدولية ل13 بعام 2002، وقدر وقتها فاز الحكمة بالنهائي ويحرز معه اللقب الدولي لعام 2002 لدورة دبي. نقطة بسجل باسل ريا من 2، والتعادل الكامل بين الفريقين 9-9. إريك شاتفيلد بوصل لشارع على مسافة 3 بوينتس. يلا يا شارل، كمان ما بتنجح، وفاسف ريباوند لبراين بشارة. براين بيحصل على الريباوند، بيسجل، بيحصل معه على الخطأ. أول دقاته لبراين بشارة وقدر معه كمان يحصل على الخطأ. التقدم بيرجع لصالح الحكمة. كانوا متعادلين 9-9، 11-9 النتيجة. الظاهر المدرب اليوغوسلافي نيناد كرزيتش بيسحب إيدي واشنطن من أرض الملعب. ما قدرنا نعرف كم خطأ صار مرتكب إيدي واشنطن. الرمية الحرة الإضافية ما بيسجلها براين. الريباوند لخالد زيدان اللي بيدخل مكان ايدي. خالد زيدان كمان لاعب مهم كتير ولاعب خطر كتير تحت السله، مترين و8 سنتيمتر. اندري خطا من كوري لويس لصالح خالد زيدان. كنت عم اقول لكم خالد لاعب بيتحرك منيح تحت السله. خالد زيدان مواليد 1981. الحكم بعده بدفاع المان تو مان. أندري بيتس بيخترق أندري، ما انتبه من ايده الشمال، بيسجل منها. اول دقاته لأندري بيتس بالمباراة. إريك شاتفيلد بجرب يرد وبرد. إريك شاتفيلد سريع كتير كان إريك بتحركه بالفاست بريك. يعني في فاست بريك بيكون عادي وفي فاست بريك بيكون سريع. أندري بيتس بدفاع قوي من براين بشارة بيمنعه انه يسجل. الريباوند كان لكوري لويس. إريك كمان مره جديده بالفاست بريك. فادي الخطيب اوفنسيف فاول. الحكم بيقول في اوفنسيف فاول على فادي الخطيب لصالح باسل، لصالح باسل او فايز حناوي. لنشوف، لا لصالح باسل. باسل ريا من اللاعبين يلي بدافعوا بشراسة كبيرة كتير على أرض الملعب، ونحكى كتير إنه اليوم باسل ريا ما راح يشارك بالمباراة بسبب إصابة، إلا إنه المدرب نيناد كرزيتش عارف إنه باسل اليوم راح يعوزه كتير وعم يكون عنده دفاع خاص على فادي الخطيب. أندري بسجل نقطة الرابعة والتعادل بين الفريقين. هون باسل عم يدافع على إريك شاتفيلد، هو كان صاحب الهلب على فادي الخطيب، مش عم يدافع على فادي، بما انه عم يكون في زون 2-3 بهالوقت من فريق الوحده. وبراين بشارة بيضرب دفاع على المنطقه 2-3 عن مسافه 3 بوينتس. 5 نقاط لبراين بشارة. اذا دفاع منطقه 2-3 عم يلعب المدرب اليوغوسلافي على فريق الحكمه. يعني اذا بنحسب الانديه يلي لعبت امام فريق الحكمه دفاع منطقه 3، دفاع منطقه 2-3 كتار، بس براين بشارة عم يعمل ثاني بلوك شوت له بالمباراه. فادي الخطيب بيكسر الطابه كمان هون لصالح باسل. لازم يرجع يركز فادي، ما لازم يتاثر ابدا بالدفاع على يلي عم يمارسوا عليه باسل ريا. براين، برافو يا براين. كمان ضغط دفاعي على محمد أبو سعدة بيجبره بالتورن أوفر. 5 سكندز على اللاعب الحلبي، لاعب الاتحاد الحلبي أبو سعدة. التقدم بيبقى لبناني. آخر مرة التقوا الفريقين من حوالي الشهر ببطولة غرب آسيا بصالة الفيحاء بالشام طبعا، وفاز وقتها فريق الوحدة 85-81. إريك شاتفيلد ما بيتمكن انه يسجل. الريباوند للخطيب، يلا يا فادي. إريك كمان على مسافة 3 بوينت، سديته ثلاثية ناجحة من إريك شاتفيلد بتمريرة حاسمة من فادي الخطيب، والتقدم بزيد 19-13. 6 نقاط عم يتقدم بطل لبنان على بطل سوريا الوحدة السوري، الفريق السوري اللي فاز باخر 3 سنوات بالبطولة السورية 2001 2002 و2003، وعم يكون واحد من المرشحين الكبار كمان ليفوزوا بالدوري السوري بعام 2004. فادي الخطيب عم يسيب 3 بوينت، سريعة شوية فادي، سريعة بس كوري لويس، برافو يا كوري. اوفنسيف ريباوند. إريك كمان على مسافة 3 بوينتس، ما بعرف ليه عم يتسرعوا كثير بالتسديد على مسافة 3 بوينتس، لازم يرجع التركيز. خالد زيدان بيرتكب تورن اوفر، لازم يرجع التركيز. شفتوا 3 تسديدات سريعين كثير كانوا على مسافة 3 بوينتس، لو برمنا الطابق قدرنا وصلنا الطابق لتحت السلة، او لو على الاقل سددنا على مسافة 3 بوينتس بطريقة مركزة اكثر، ما تكون التسديدة سريعة، بتصور البرسنتج بيكون لصالحنا. إريك بيخسر الطابة لصالح فايز الحناوي. أندري بيتس كمان بدوره كاد يخسر الطابة. روي سماحة دخل على أرض الملعب. براين بشارة هالمرة ما بيتمكن يوقف أندري، صار مسجل 6 نقاط أندري بيتس. ليكو كيف بيستعمل ايده الشمال أندري. أندري بيتس مواليد 1973، 185 سنتيمتر. براين كمان على مسافة 3 بوينتس، ما عم بعرف ليه عم يتسرعوا كثير بالتسديد، عم يتسرعوا كثير. مش إذا عم يلعبوا زون ديفنس لازم بس نختار تسديداتنا عن المسافة الأصعب والأبعد، لازم طابتنا تبرم. في روي سماحة، في كوري لويس، في فادي الخطيب، في براين بشارة، 4 لاعبين بيقدروا يلعبوا تحت السلة وهن ظهرهم للسلة، بيقدروا يلعبوا على اللو بوست. حتى خطأ من روي سماحة، تشكيلة طويلة عم يلعب فيها المدرب إلياس زوروس، يعني أقصر واحد عم يكون إريك شاتفيلد. براين بشارة مترين و4، روي سماحة مترين و4، كوري لويس مترين و5، فادي الخطيب 198 سنتيمتر. خالد زيدان بالخطأ اللي بيحصل عليه من روي سماحة، أول رمية حرة ما بيقدر يسجلها، الثانية ناجحة. أول نقاطه لخالد زيدان. هيدا باشو مايسترو الجمهور اللبناني المتواجد بملعب الشارع. إريك لاروي، براين كمان هالمرة بيخترق. براين خطأ لصالح براين بشارة. فايز حناوي بيرفع ايده، هو اللي ارتكب الخطأ. ليكم الإعادة، الفانت والاختراق السريعة من براين، وهيك انجبر الحناوي بارتكاب الخطأ. 19-16 لصالح الحكمة. إريك مثلا هيدي وحده منهم، شفتوا الطابة لما تبرم كيف بيقدر يلاقي الجاب على الزون ديفنس وبيخترق منها. إريك شاتفيلد بسجل السلة الأخيرة بالكوارتر الأول، صار مسجل 7 نقاط. إريك شاتفيلد التقدم بيرجع بفارق 5 نقاط لصالح بطل لبنان على بطل سوريا، 21-16 لصالح الحكمة. نحن وياكم مشاهدينا باعصاب مشدوده، معلي الاعصاب رح تضلها مشدوده يمكن طوال المباراه، رح نرتاح حوالي الدقيقه وبنرجع لنكمل كل الاكشن بالكوارتر الثاني. نرجع مرة جديدة مشاهدينا نحن وياكم لبطولة آسيا ال15 بافتتاح الكوارتر الثاني. الحكمة اللي أنهى الكوارتر الأول متقدم بفارق 5 نقاط والنتيجة 21-16. هلا رح يكون بداية الربع الثاني والبوزيشن الأولي بهالكوارتر رح تكون لبنانية. روي سماحة وصباح خوري موجودين لحتى يمشوا أول طابة بهالكوارتر. صباح خوري اللي دخل ببداية هالربع لأرض الملعب، نشوف بدل مين ظهر، بدل إريك شاتفيلد. فادي الخطيب بيسدد على مسافة 3 بوينتس، ما بيسجل الخطيب. الريباوند لأبو سعدة، أبو سعدة بينطلق. صباح خوري عم يدافع على محمد أبو سعدة، بينما براين بشارة عم يدافع على أندري بيتس. براين لاعب سريع ولاعب طويل، يعني بده يجرب يزعجه بالتسديدات. أندري استلم وهون يعني كانت قريب كثير نقدر نحصل على ستيل من صباح خوري. طابة لمست قدمه وخرجت للأوت، ما بأثر. لازم نرجع ندافع. باسل ريا بيطلب هو السيستم بوقت المدرب اليوناني إلياس زوروس عم يعطي تعليماته. 16 ثانية لهالهجمة. باسل بيخترق، روي سماحة، جود ديفنس من روي. اوه باسل يعني سلة من النوع الصعب كثير قدر سجلها. ليكم الإعادة بأي طريقة سجل باسل ريا. نقطته الثالثة والفارق 3، 21-18. براين دبل تيم على براين، لازم ينتبه. بيفرغ روي اللي بيخترق، روي سماحة ما بيتمكن انه يسجل. خالد زيدان على الريباوند، اندري بيتس منطلق بالفاست بريك، وبراين بشارة هون كمان قدر مرة جديدة اندري بيتس يسجل. نقطة الثامنة لاندري بيتس والفارق بينزل لنقطة، 21-20. ليكن كيف بيستعمل ايده الشمال هاللاعب بامتياز. صباح ممكن يكون واحد من الحلول بالاوتسايد جيم اليوم عندنا. فادي الخطيب، براين بشارة بيحاول يتابع فيس تو فيس على السله، لكن طابته كمان ما دخلت. ابو سعدة، باسل، 6-0 رن لنادي الوحدة ببداية الكوارتر الثاني، والتقدم بصير لصالح بطل سوريا 22-21 بعد الرن السريع اللي قدروا يعملوه بافتتاح الكوارتر الثاني. تايم اوت سريع عم يطلبه المدرب اليوناني إلياس زوروس. مثل ما بتلاحظوا الجمهور الكبير يلي عم يتابع هالمباراة، كان جمهور الوحدة السوري او جمهور اللبناني يلي متواجد بملعب الشارقة. فريق الوحدة السوري يلي قدر يوصل للمباراة النهائية من دون ولا اي خسارة، بعده النادي الوحيد يلي ما بيعرف طعم الخسارة بالبطولة الآسيوية. 6 انتصارات متتالية له ببطولة آسيا. واحد من نجوم هالمباراة باسل ريا يلي كثير بيلعب بطريقة اجريسيف بأرض الملعب دفاعيا، وعنده قلب كبير بتحرك الهجومي كمان، وهذا الشيء بيساعد كثير فريق الوحدة. تايم اوت عم ينتهي، عم نشوف التركيز كله عم يكون على فادي الخطيب. اللاعبين اللبنانيين عم يجربوا يعطوه المعنويات اللازمه لهدافهم. فادي الخطيب امبارح عمل 36 نقطة، اليوم بعد ما سجل، بس ما في شك انه بحيالنا ثانية بيرجع بيقدر هداف البطولة اللبنانية. بيصير على اجواء المباراة. صباح، باسل ريا عم يدافع عليه كمان بطريقة كثير اجريسيف، لازم يطلع الطابة من ايده. صباح براين كان يكسر الطابة، هون رح تبقى الفرصة لصالح الحكمة. كثير عم بيكونوا اجريسيف لاعبين فريق الوحدة بدفاعهم، عم يلعبوا بهالوقت دفاع مان تو مان، وكثير عالي عم يكون دفاع المان تو مان. عم يكونوا كثير قريبين من اللاعبين يلي معهم الطابة، ودخول إريك شاتفيلد ممكن يكون واحد من الحلول. إريك شاتفيلد لأنه لاعب بول جارد، بول هاندلر كثير مهم وبيقدر يحمل ضغط. 3 ثواني بس لها الهجمه. كوري لويس بيضطر يسدد مسافه 3 بوينتس، ديته للويس ما بتنجح. بعده الوحده متقدم بفارق نقطه 22 21 مثل ما ذكرت لكم بعد الرن اللي عمله ببدايه الكوارتر الثاني 6-0 رن الحكمه بعد ما سجل بهالكوارتر. أندري بيتس بيسدد وبينجح أندري بيتس مع الباك بورد عن مسافه 3 بوينتس. 11 نقطه لأندري بيتس، اول دبل فيجرز بالمباراه. 25 21 صاروا 9-0 رن. إريك جرب يرد على مسافه 3 بوينتس، سديدته كمان ما بتنجح. إيدي واشنطن على الريباوند وأندري بيتس ما بيسجل هالمره. أندري إريك هو صاحب الريباوند. الفاست بريك مع براين بشارة يلي بيخترق كمان ما عم بيسجل. غريب جدا يلي عم يصير ببدايه الكوارتر الثاني. اللاعبين اللبنانيين عم يضيعوا ايزي باسكت على التوالي، وبعده الفريق اللبناني ما سجل ولا اي نقطه بالكوارتر الثاني، عكس فريق الوحده اللي كمان عم يسجل سله اضافيه عبر لعبه إيدي واشنطن. صاروا 11 نقطه متتاليه لفريق الوحده، والنتيجه صارت 27 21 لصالح الوحده السوري. براين على مسافه 3 بوينتس، واخيرا يا براين واخيرا اول سله لبنانيه بالكوارتر الثاني بيفتتحها براين بشاره. 27 24 ما بيأثر، المهم رجعنا لقينا طريقنا للسله لحتى على الاقل نفسيا نكون مرتاحين بارض الملعب. خالد زيدان ما بيتفكر انه يسجل، الريباوند لصباح خوري. لازم نرجع نركز، لازم نرجع نركز، مش مهم نسجل، مهم نلعب بطريقه كولكتيف، بطريقه منسجمه بارض الملعب، ما نكون عم نلعب بطريقه مفككه. صباح خوري بسدد كمان، هيدي طريقه مفككه، هيدي طريقه مفككه يا شباب، ما بيسوى هيك ابدا، ما بيسوى هيك، لازم تكونوا عم تتحركوا بشكل صحيح بارض الملعب. ادي بضيع كمان هون التسديده، لازم نستفيد من هالهجمه، ما بهمني نسجل نقاط، مهم نلعب بطريقه منيحه. براين كمان ما عم نلعب بطريقه ابدا منيحه. أندري بيتس ريباوند جديد، وابو سعده ما عنده مشكله ابدا يسجل ايزي باسكت. 8 نقاط لمحمد ابو سعده بتمريره من أندري بيتس. 29 24 إريك كمان ما عم ينجح. صباح خوري اوفنسيف ريباوند على مسافه 3 بوينتس. ما عم بفهم ليه عم يصير هيك، ما عم بقدر افهم ليه عم نلعب بهالطريقه. الطابه بتخرج للاوت والفرصه بترجع لصالح الوحده. الوحده بهالوقت عم يلعب بشكل افضل دفاعيا وهجوميا. شريف الشريف بيدخل على ارض الملعب، كمان لاعب سريع كثير شريف الشريف. صباح خوري كمان بيخرج للبنش. مثل عم تلاحظوا النتيجه 29 24 13 نقطه مقابل 3 بين الوحده والسوري لصالح الوحده ببدايه الكوارتر الثاني. أندري بيتس شريف بيخترق، لاعب سريع كثير. إيدي واشنطن اوفنسيف ريباوند وبسجل. إيدي وبسجل إيدي واشنطن. واحدة 31 24 الفارق يرجع 7 نقاط. براين خطأ لصالح براين بشارة، بس أنا بعدني مني مبسوط ومني مرتاح لأنه عم نلعب بطريقة مش مظبوطة كتير، عم نلعب بطريقة سلفش، عم نلعب بطريقة منا منظمة من الناحية الهجومية، عم نتسرع بالتسديد. وكنا شفنا التسديدة الأخيرة لبراين بشارة يعني قدر يحصل فيها على الخطأ، لكن لو ما كان في خطأ شو كان صار؟ يعني كان اكيد رح يحصلوا على ريباوند دفاعي فريق الوحده وانطلقوا بالفاست بريك. براين 8 نقاط له اليوم بالمباراه، مثل التسديدات الثلاثه اللي عنده اياها بينجح بالثانيه، بنزل الفارق لسبعه او لسته. 31 25 الثاني كمان بينجح فيها، والفارق بينزل لخمسه. 31 26 الوحده هو صاحب بوزيشن مع شريف الشريف، يعني عم يكون هو البوينت جارد بهالوقت. شريف بيخترق دبل تيم عليه من كوري لويس وفادي الخطيب، بيلاقي زميله زيدان ما بيتمكن انه يسجل. الزيدان الريباوند لفادي الخطيب والتيرن اوفر يا فادي. أندري بيتس افضل ستيلر ببطولة لبنان بالريجولر سيزون، قدر عمل ستيل، وصل له الطابه لمحمد ابو سعدة. ابو سعدة عم يسجل ثالث ثلاثيه ناجحه له بالمباراه، هيدي نقطته ل 11 لمحمد ابو سعدة، والتقدم 8 لصالح فريق الوحده. إريك بيستلم، براين كمان ما بيتمكن انه يسجل. أندري بيتس على الريباوند، أندري ستيل من براين، استقتال كبير من ابو سعدة، يعني مرتين ثلاثه حاول براين بشارة يمرر الطابه لفادي الخطيب يلي كان منطلق بالفاست بريك، ومرتين على التوالي محمد ابو سعدة قدر يعترضه لبراين، خرج الطابه للاوت، منعنا انه نسجل سله سهله. الفرصه رح تبقى لصالح فريق الحكمه، وتايم اوت عم يطلبها المدرب اليوناني إلياس زوروس. اذا التايم اوت اللي عم يطلبه المدرب اليوناني إلياس زوروس رح يكون كثير اساسي، واكيد رح يكون مركز على تنظيم اللعب اللي لازم يكون بارض الملعب. اللعب الهجومي كثير مفكك عم يكون بالكوارتر الثاني، الشيء اللي منه راضي عنه ابدا المدرب اليوناني. التقدم بعده لصالح الوحده 8 نقاط، 34-26. لازم ينعمل الكامباك بهالوقت، هيدي فرصه لحتى يقدروا لاعبينا يعملوا الكامباك، يرجعوا ينظموا صفوفهم، ولحالها المباراه بترجع بتتقلص من ناحيه النتيجه. انتهاء التايم اوت، اللاعبين بيرجعوا على ارض الملعب، وهيدا واحد من نجوم المباراه محمد ابو سعدة. سكورر الجيم هو أندري بيتس، كل واحد ب 11 نقطه، ثلاث ثلاثيات لابو سعدة له اليوم بهالمباراه. اللاعب المعارض لنادي الوحده لاعب الاتحاد الحلبي إريك، وصل لشارل، شارل بيقلبها للمره الجديده، بتوصل للخطيب على مسافه 3 بوينتس. براين بشارة، خطا لصالح براين، برافو يا براين. افضل لاعب بفريق الحكمه عم يكون براين بشارة، 10 نقاط 8 ريباوند. شفنا كيف قدر استفاد من الاوفنسيف ريباوند وحصل معه على الخطا. تسديدتين لصالح اللاعب اللبناني. أول رمية حرة ما بينجح أنه يسجلها براين. الثانية ناجحة، نقطته ل 11 لبراين بشارة. الفارق بينزل لسبعة، 34-27. شارل بردويل عم يكون فول ديناي على أندري بيتس، مثل ما عم تلاحظوا عم يجرب ما يخليه يستلم. برافو يا شارل، برافو يا شارل، بعدني عم بقول عم يكون فول ديناي عليه، قدر يسرق الطابه من أندري بيتس، والبوزيشن بترجع للبنيه. بدنا سله يا شباب. كوري لويس على اللو بوست، عم يجرب يسحب لاعبين لعنده. كوري لويس بيسجل، بيعمل سبين عن البيز لاين، وبيعطي نقطتين لصالح فريق الحكمه. 11 نقطه لكوري لويس، الفارق نزل ل5. خالد زيدان، بلوك شوت من براين بشارة. شو هالبراين بشارة هيدا، 3 بلوك شوتس لبراين بهالمباراة. يلا يا فادي، عايزينك يا فادي. طب بتبرم لشارل بردويل من المسافة المتوسطة. هيدا هو فريق الحكمة اللي بنعرفه، هيدا هو الأخضر اللي بنعرفه. هيك بيلعبوا الشباب بأرض الملعب، بيتحركوا منيح دفاعيا، بينطلقوا بشكل كتير منيح بالفاست بريك، بيعرفوا يختاروا تسديداتهم من تحت السلة ومن المسافة المتوسطة. شفنا الفاست بريك كيف تعامل مع لاعبينا اللبنانيين، برمت على 3 لاعبين، وكان شارل بردويل عنده هو الأوبن شوت، سدد من المسافة المتوسطة، نجح تمريرة كوري لويس، الفارق نزل ل3. وهيك المدرب اليوغوسلافي نيناد كرزيتش انجبر يطلب على التايم اوت. تايم اوت سريع عم يطلب المدرب اليوغوسلافي. الشباب عم يلعبوا بشكل كثير منيح بهالوقت. تايم اوت اللي طلبه المدرب اليوغوسلافي نيناد كرزيتش، مدرب له باع طويل طبعا مع فريق الوحدة، مدرب نجح بشكل كتير كبير مع الفريق السوري. طلب التايم اوت بعد ما شاف الكمباك اللبنانية واضحة على ارض الملعب. البوزيشن رح تكون لصالح الوحدة، ليكو شارل بردويل. شارل عنده مهمة كتير كبيرة، نحن قلبنا أكيد معه لشارل لأنه عارفين مهمته منا سهلة أبدا، عم يدافع على MVP آسيا 2003، عم يدافع على هداف بطولة آسيا 2003 اللي هو أندري بيتس. فول ديناي عم يجرب قد ما في يبعده عن كل الطابات، يخلي الديسيجن للاعبين البقية، وبالفعل الديسيجن كانت لأبو سعدة ما نجح فيها أبو سعدة. الريباوند كان من كوري لويس. يلا يا خطيب، خطأ لصالح فادي الخطيب. شفنا بالإعادة تمريرة شارل بردويل يلي عم يلعب بطريقة كتير منيحة. شارل عم يكون موجود دفاعيا بشكل كتير منيح، عم يتحرك منيح هجوميا، عم يمرر الطابات لما لازم تتمرر. هلأ بدنا الخطيب يسجل برميته الحرة. يلا يا فادي. أوف، أول تسديدة بضيعها فادي الخطيب، ما بأثر يا فادي. الثانية بنأمل بالثانية، بسجل فادي الخطيب. أول نقطة للخطيب بهالمباراة، ما بأثر بعده ما سجل بالمباراة، لكن بلشت تفتح شهيته على التسجيل. الفارق بيصل لنقطتين، 34-32، التقدم نقطتين لصالح الوحدة، وعم نقترب من نهاية الكوارتر الثاني. باسل كمان ما بيتمكن يسجل. الريباوند كان من كوري لويس. برافو يا كوري لويس. الفاست بريك مع إريك شاتفيلد، بيوصلها لشارل بردويل. قلت لكم الشباب عم يلعبوا كثير منيح، قلت لكم الشباب بعد التايم اوت اللي طلبه المدرب إلياس زوروس لعبوا بطريقة مختلفة على أرض الملعب. نقطة الرابعة للبردويل، وكوري لويس كمان صخرة دفاعية عم يكون بهالوقت. الخطيب لإريك، إريك بيخترق لشارل بردويل. برافو يا شباب، عم تروقوا، عم طابع، عم تبرم، وهيدا الشيء اللي بطمن. الخطيب رح يسجل. الخطيب تعانا يا فادي. اوفنسيف ريباوند، بيخترق الخطيب، بفرخ إريك شاتفيلد لحاله. إريك، قلت لكم رح نسجل، ما الطابة عم تبرم. اذا الطابة برمت بشكل كتير منيح ما ممكن ما ناخد اوبن شوت. هيدي الاوبن شوت يلي قدر اخدها إريك شاتفيلد، والتقدم هالمرة لبناني 37-34 بعد السلة الثلاثية يلي سجلها إريك شاتفيلد. الدفاع كتير منيح، ما عليه، لو في خطأ ما بأثر، لو في خطأ ارتكبه براين بشارة على أندري بيتس، لكن الأهم إنه أندري بيتس هلأ بطل عنده ثقة بحاله، لأنه صار عم يشوف في تحرك دفاعي كبير عليه، بطل مرتاح مثل ما كان مرتاح بأول كوارتر وببداية الكوارتر الثاني. شفتوا بالإعادة التريبل تيم اللي انعمل على أندري بيتس، وهيدا شيء بطمن. أول رمية ما بينجح يسجلها أندري. التقدم 3 لصالح فريق الحكمة، بصير نقطتين مع تسجيل نقطة لأندري بيتس، 12 نقطة لأندري بيتس. 37-35. إريك بينطلق، بيوصل لبراين. براين بيسدد على مسافة 3 بوينتس، سريعة شوية براين، ما بيأثر، لازم نرجع ندافع. هلا فهمنا، لا مش سريعة يا براين، بعتذر ما كنت شايف اكيد الوقت، انا عم علق من قد ما تنسوا، مني بملعب الشارقه، بعتذر منك يا براين بشارة. كان لازم براين يسدد لانه الوقت كان عم يشارف على نهايته. على كل نحن متقدمين بفارق نقطتين، 37-35. شو رايكم نرتاح لحوالي 10 دقائق وبنرجع؟ كل الاكشن، كل الحماس، بطولة اسيا 2004 عم تقترب من بطل لبنان نادي الحكمة.